الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه فلا تخرج منه إلا لحاجتها نهارا، لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، الأمر الثالث الذي يجب على المرأة أن تجتنبه حال إحدادها وهو الخروج من البيت، للآية التي في البقرة. وقد جاء من حديث فريعة بنت مالك رضي الله عنها أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه لما مات زوجها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن زوجي قد مات وليس أحد من أهلي حاضر، فأذن لي أن أذهب إلى أهلي. فأذن لها، فلما خرجت قال: ارجعي فردي علي مسألتك. فلما ردتها قال: أمكثي حتى يبلغ الكتاب أجله. فألزمها النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقى في بيتها حتى تنقضي مدة العدة. هذا الحديث، حديث فريعة، يدلنا على أن المرأة لا يجوز لها أن تخرج من بيتي من البيت الذي مات زوجها عنها وهي فيه في الليل إلا لضرورة، ويجوز لها أن تخرج في النهار لحاجة. كيف أخذنا هذا من حديث فريعة؟ لأن فريعة خرجت نهارا لتسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فالسؤال وما في معناه من الحاجة. ولذلك فإن المرأة إن كان عندها حلال من غنم، أو كانت عندها وظيفة، أو كانت عندها تجارة تريد أن تراقبها، فيجوز لها أن تخرج في نهارها لذلك، بل ويجوز لها أن تخرج لتتبضع، لأن التبضع حاجة، فيجوز لها أن تخرج للتبضع وإن كان عندها خادم يقوم بذلك، فلا يلزم أن توكل غيرها، بل يجوز لها أن تخرج للتبضع الذي لحاجة، ليس لأجل مطلق يعني الترفه والدوران في الأسواق، وإنما المقصود الذي يكون لحاجة. ومثله أيضا بعض النساء قد تكتئب اكتئابا مؤقتا بعد وفاة زوجها، فنقول يجوز لها أن تخرج في النهار لما ضاق صدرها لتتنزه ثم تعود، وهذا الذي فعلته فريعة. وجاء أن بعض النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن ويتحادثن خارج بيوتهن، فالمقصود المبيت في الليل والنهار فلا تخرج إلا لحاجة. وقد ذكر الزركشي فائدة، قال: إن الأصل أن المرأة أصلا لا تخرج من بيتها إلا لحاجة. فلذا نقول الأصل أن المرأة الملتزمة لشرع الله عز وجل لا نقول إن خروجها في النهار محرم لحاجة، بل هو جائز، لأن خروجها إنما يكون لحاجة. نعم. وأما المفارقة في حال الحياة فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا عدة له عليها. نعم، المراد بالدخول هنا ليس الوطء، وإنما المراد بالدخول هنا الخلوة، لما قضى به الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم أنه إذا أغلقت الأبواب وأرخيت الستر فقد وجب المهر وثبتت العدة. دليله لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. نعم، فلا عدة واجبة على الزوجة وإن كان دخل بها أو خلا بها. نعم، قوله دخل أو خلا هذا من باب عطف الخاص على العام، فإن الخلوة داخلة في عموم الدخول، وقلنا إن الدخول الخلوة المراد بها ما تحقق فيه شرطان: الأمر الأول انتفاء المشارك، والشرط الثاني انتفاء الناظر الذي ينظر إليهما. هذا معرفة الخلوة نحتاجه في باب الصداق، ونحتاجه أيضا في باب ماذا؟ العدد، ونحتاجه أيضا في باب الطهارة، في ما ذكروا أنه ما خلت به المرأة في طهارة واجبة، ونحتاجها أيضا في حكم الخلوة المحرمة: لا يخلون رجل بامرأة. فإن كانت حاملاً فعدتها وضع حملها، قصرت المدة أو طالت. نعم، لحديث السبيعة. وإن لم تكن حاملاً فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض كاملة، لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. نعم، والقرء هو الحيض، كذا فسره جمع من الصحابة رضوان الله عليهم، بل أكثر الصحابة على أن القرء هو الحيض. عندنا هنا مسألة في كلام المصنف، يقول الشيخ: إن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض كاملة. لماذا عبر بلفظة كاملة؟ لأن بعض الحيض قد تكون ناقصة. كيف يكون ذلك؟ لو أن رجلا طلق امرأة في أثناء حيضها، قلت لكم أن المذاهب الأربعة جميعا في مشهورها، وأن نص حديث ابن عمر أن الطلاق واقع، أليس كذلك؟
فطلاقها واقع ويجب عليه رجعتها، فإن لم يراجعها يستمر الطلاق. طيب لو طلقها في حيضها، نقول إن هذه الحيضة لا تحسب من العدة لأنها ناقصة. والقاعدة عند علمائنا أن الحيض لا يتبعض، فلا نقول هذه نصف حيضة ثم حيضتان بعدها ثم الحيضة الثالثة إذا انقضى نصفها طهرت أو حلت وانقضت عدتها، نقول لا، إذ الحيض لا يتبعض عند الفقهاء، وبناء عليه فإن هذه الحيضة غير معتبرة والطهر الذي بعدها ليس بمعتبر. فمن طلق زوجته في حيضها فقد أطال عليها العدة، ولذا فإن العلماء يقولون طلاق الزوج لامرأته في الحيض حرام لعلة تطويل العدة، فإن كان بطلب منها هي سواء كان بعوض في الخلع أو كان من غير عوض، قال اطلقني فقال سأطلقك مجانا، فيجوز أن يطلقها ولو كانت حائضة، بناء على أن التعليل لأجل ماذا؟ تطويل العدة، لأن العلة ما ذكرت لكم قبل قليل. إذن فعرفنا فائدة قول المصنف ثلاث حيض كاملة، المرأة إذا طلقت وهي حائض نصف الحيضة هذه وإن مضى قبل الطلاق ولو ساعات ما تحسب، فتطهر ثم تحيض ثم تطهر هذه حيضة ثم تحيض ثم تطهر هذه الحيضة الثانية ثم تحيض ثم تطهر، فهل إذا طهرت خرجت من عدتها؟ سؤال، نقول لا، حتى تطهر من العدة الثالثة ثم تغتسل، لا بد أن تغتسل، فإن عدة الطلاق لا تنقضي إلا بعد الاغتسال من الحيضة الثالثة الكاملة. فلو أن امرأة تعمدت أن تؤخر غسلها ساعة أو ساعتين أو ثلاثة أو أربع ثم راجعها زوجها قبل اغتسالها، نقول صحة الرجعة، لكن لو اغتسلت ليس له أن يراجعها إلا بعقد جديد. طيب لو تعمدت أن تؤخر الاغتسال أسبوع كامل، هل انقضت العدة؟ نقول أولا أنت آثمة لأن الصلاة لا يجوز، بل من كبائر الذنوب لا شك في ذلك، فنقول العدة لم تنقضي، هي التي طولت على نفسها العدة، لأنها لو أرادت الزواج، الزواج سهل جدا يكون برضاها، فهي التي طولت على نفسها العدة فهي من مصلحتها. نعم. وإن لم تكن تحيض كالصغيرة ومن لم تحض والآيس فعدتها ثلاثة أشهر، لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. نعم، اللائي لم يحض هي الصغيرة، الصغيرة إذا طلقت قبل أن تحيض أو بلغت من غير حيض، بعض النساء تبلغ ويظهر فيها علامات البلوغ التي يريدها العلماء في باب الحجر ومنها الإنبات، ومع ذلك لم يخرج منها دم حيض، أو كانت امرأة آيسا، وتعلمون أن المرأة إذا بلغت 50 عاما قمريا فإننا نحكم بإياسها، وأشرت لذلك في باب الحيض قبل ذلك، فكانت المرأة آيسا فنقول إن عدتها إنما تكون بالأشهر، بأن تمكث ثلاثة أشهر أي تمكث 90 يوما. نعم. فإن كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع ونحوه انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به. نعم، يقول فإن كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع، كثير من النسوة إذا كانت ترضع ولدها لا يخرج منها حيض، نسميها بالعامية تسترضع، فإذا كانت تسترضع فإنه لا يخرج منها حيض، فحينئذ نقول هي في عدة الطلاق حتى يرجع إليها حيضها ولو بعد عامين وهي مدة الرضاع، ثم بعد ذلك تمكث مدة العدة وهي ثلاثة أشهر متتابعة. ومن الطرف سألني سائل فقال عندي 4 نسوة فطلقت الرابعة منهن وأرغب في الزواج، فمتى يجوز لي أن أتزوج؟ نقول له ماذا؟ إذا انقضت عدة هذه الرابعة المطلقة. قال فإنها حديثة عهد بولادة، نقول النفاس لا يحسب من العدة، إذن نقول حتى تنقضي مدة النفاس ثم تحيض. قال أعرف هذه الزوجة فإنها قد ولدت قبل ثلاثة أولاد أو 2 وتجلس 2 تسترضع، فنقول تمكث مدة 40 النفاس ثم بعد النفاس 2 ثم بعد 2 ماذا؟
ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء، بمعنى أصح ثلاثة قروء، إن تمكث ثلاثة حيض أو ثلاثة حيض فقد يصل أكثر من سنتين. أجاب بلا شعور، قال لا أراجعها أفضل لي، ثم بعدين بعد سنتين أطلقها. نعم. وإن ارتفع ولا تدري ما رفعه انتظرت تسعة أشهر احتياطا للحمل ثم اعتدت بثلاثة أشهر. نعم. يقول الشيخ إن المرأة إذا ارتفع حيضها ولم تدري ما رفعه، بعض النساء مع الخوف أحيانا إذا جاء أو الجزع إذا جاءها خبر يرتفع حيضها ولم تكن قد بلغت الخمسين، أو لأجل أمر معين رفعه لا تدري ما هو، بخلاف ما لو ارتفع بسبب دواء ونحوه. قال انتظرت تسعة أشهر، لأن تسعة الأشهر هو غالب الحمل احتياطا للحمل، يعني لأنه غالب الحمل فليس أقل الحمل فهو ستة أشهر، وأما أكثر فهو فوق التسعة. قال ثم اعتدت بثلاثة أشهر فتكون عدتها سنة كاملة قمرية. قال الشيخ فإن ارتابت، أي ارتابت التي ارتفع حيضها ولم تدري ما رفعه، فقوله وارتابت الضمير عائد لآخر امرأة وهي التي ارتفع حيضها ولم تدري ما رفعه. قال فإن ارتابت بعد انقضاء العدة بأن شكت بأنها حامل، لأننا نقول إن أكثر مدة الحمل يزيد على تسعة أشهر، بل قد أوصله الفقهاء في المشهور إلى أربع سنوات لقصة نساء بني عجلان. قال بعد انقضاء العدة لظهور أمارات الحمل كانتفاخ بطن مثلا ونحو ذلك، قال لم تتزوج حتى تزول الريبة. طبعا هذا الكلام قد ينتفي الآن لأن هذه الريبة وجودا وعدما يمكن التحقق منه ومن انتفائه بوجود آلات الكشف الدقيقة للحمل، ليست المحتملة الصدق والخطأ، وإنما بعض التحاليل تكون أدق. ولذلك قد نقول في التي ارتفع حيضها لم تدري ما رفعه والتي ارتابت أن بمجرد تأكدها أنها ليست بحامل فإنها حينئذ تعتد ثلاثة أشهر. وإذا ارتابت بعد انقضاء العدة لظهور أمارات الحمل لم تتزوج حتى تزول الريبة، وامرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموته بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد. نعم. لكي نفهم المفقود قبل أن نتكلم عن الحكم، الرجل إذا فقد، سواء فقد في بلده لم يخرج منه لكن لا يرى أين ذهب، قد يكون قتل قد يكون سافر لا يعرف، أو خرج في سفر ثم فقد، الأحكام المتعلقة بالمفقود إما نعلقها على فرقة طلاق، وإما أن نعلقها على فرقة وفاة. فالأحكام المتعلقة على فرقة الطلاق يجوز لمرأة زوجة المفقود أن ترفع إلى القاضي بطلب الطلاق لأجل التضرر، فإذا رفعت بذلك فرق بينهما القاضي حين ذاك، وحينئذ يجوز لها أن تتزوج ولو رجع زوجها، فيجوز لها أن تتزوج لأنها فرق بينها وبين زوجها بفسخ عن طريق القاضي. الحالة الثانية أن نحكم بوفاة المفقود ويترتب عليه الإرث ويترتب عليه أيضا زواج امرأته، فنقول نحكم بوفاة المفقود بمضي أربع سنين من فقده، وسأذكر لكم التفصيل بعد قليل لكن أشير له على سبيل الإجمال. فإذا مضت أربع سنين فإننا نحكم بأنه قد مات، فحينئذ تقسم تركته، ويجوز لزوجته بعد الحكم بوفاته أن تعتد، يعني تعتد متى؟ بعد الحكم بالوفاة وهي مضي أربع سنوات في الجملة، ثم تعتد ثم تتزوج. إذن في الحالة الثانية ورثت لأننا حكمنا بالوفاة، في الحالة الأولى لما فرق بينهما القاضي لا ترث. هناك فرق ثاني، أنه إذا رجع المفقود وهو أندر من النادر فحيث حكم القاضي بالفرقة فليس له أن يرجعها لأنها فرقة من قاضي، وحيث حكمنا بالفرقة لأنه حكم بوفاته فيجوز له أن يراجع زوجته، يجوز له، فيقول إن قال لا أريدها تبقى مع زوجها الثاني، وإن قال أريدها فحينئذ تعتد من زوجها الثاني وترجع للأول فتكون موقوفا على اختياره. إذن أريدك أن تعلم مسألة المفقود وأن له حالتان، الحالة الثانية ورثت ماله، الحولة الأولى لم ترث، والغرم مع الغن. طيب نحن نتكلم الآن عن امرأة المفقود التي لم تطلب الطلاق،
والفرق عن طريق القاضي، وإنما انتظرت حتى حكمنا بوفاته. متى نحكم بوفاة المفقود؟ ماذا يقول الشيخ؟ وامرأة المفقود تنتظر أي تتربص، وهذه تسمى مدة التربص، حتى يحكم بموته بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد. المصنف رأى قولا هو الذي عليه العمل عندنا في المحاكم أنه لا توجد مدة تربص معينة بالشرع، وإنما هي اجتهاد من الصحابة، وبناء عليه فيختلف باختلاف الزمان وباختلاف حالة الفقد، والقاضي هو الذي يضرب هذه المدد. فالقاضي يرى بالقرائن والعلامات ضرب مدة معينة فيكون فيها التربص، هذا ما مشى عليه المصنف وعليه القضاء. أما عن المشهور عند فقهائنا فإنهم يقولون إن الفقد له حالتان، إما أن يكون في فقد ظاهره السلامة، أو في فقد في مكان مخوف أو ظاهره الخوف. فإن كان في مكان ظاهره الخوف كأن يكون في سفينة قد غرقت، أو كان في حرب ثم فقد لا يعرف أحي هو أم ميت، أو نحو ذلك من ما يكون فيه الهلاك، فإنها تتربص أربع سنوات ثم تعتد بعده لقضاء عمر رضي الله عنه. وأما إن كان فقده في حال هو غالبه السلامة فإننا لا نحكم بأن زوجها قد مات لترثه، حتى نحكم بأنه قد بلغ 99 عاما. فإذا حكمنا أنه قد بلغ 90، لأن مجاوزة 90 أندر من النادر أن شخصا يجاوز 90. بل للفائدة، ذكر بعض أهل العلم أنه لا يحفظ أن أحدا جاوز 120. وقد جمع ابن مندة وجمع أيضا الذهبي كل واحد منهما جزءا في المعمرين الذين قاربوا 120 أو جاوزوها وبلغوها، وهم معدودون عدا من الصحابة أظن قيل، وما قيل إنه قيل فهو على صيغة تضعيف. نعم. ولا تجب النفقة إلا للمعتدة الرجعية أو لمن فارقها زوجها في الحياة وهي حامل، لقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. نعم، يقول الشيخ إن النفقة لجميع المعتدات ليس لهن نفقة، لا ينفق عليها زوجها إلا في موضعين. الموضع الأول إذا كانت المطلقة مطلقة طلاقا رجعيا، بمعنى أنه ليس طلاقا بائنا، لا أكبر ولا أصغر، الطلاق البائن بينونة الكبرى إذا كان الطلاق 3، بينونة صغرى إذا كان في الحالات التي ذكرناها قبل قليل، وهي إذا طلقت بعوض من قبل الزوجة، فحينئذ يكون طلاقا بائنا فلا يلزمه نفقتها في أثناء العدة. إذن الطلقة المطلقة في أثناء مدة العدة هي زوجة يلزمها النفقة، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية لمن فارقها زوجها في الحياة وهي حامل، ولو كانت الفرقة بينهما بائنا، مطلقة بالثلاث مثلا أو طلاقا بائنا صغرى، فإنه يلزمه أن ينفق عليها في هذه المدة. قيل وهو المعتمد أن النفقة ليست لها وإنما للحمل، وتعطاه إياه من باب التبع. قال لقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. طبعا عندما نقول إن النفقة لأجل الحمل ينبني عليه فروع، فيما لو يعني تأخر في بذله، وفي مسألة التقادم سقوط النفقة بالتقادم وغيرها. طيب، فقط أريد أن أقف مع مسألة من كلام المصنف وهي قوله لمن فارقها زوجها في الحياة، هل يمكن أن يفارقها الزوج في غير الحياة؟ ما رأيكم؟ نعم، إذا مات عنها زوجها فقد فارقها في غير حياته، بل فارقها بسبب موته. طيب، إذا مات زوج عن امرأة وهي حامل فالحمل الذي في بطنها لا تجب نفقته من التركة، طيب من الذي ينفق على هذا الحمل؟ نقول ينفق على الحمل من ميراثه الذي ورثه من أبيه إن كان له مال، وإن لم يكن له مال قد ورثه الحمل فإنه يجب النفقة عليه من تجب عليه النفقة وهم القرابات، وسنتكلم عن نفقة القرابات بعد قليل. وأما الاستبراء فهو تربص الأمة التي كان سيدها يطأها. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن التربص، عن الاستبراء، قال وهو تربص الأمة التي كان سيدها يطأها. الفرق بين العدة والاستبراء
أن الاستبراء يكون بحيضة واحدة إن كانت تحيض، فنتأكد أن الرحم قد برئ من الحمل، وإن كانت غير حائض فبشهر واحد، هذا يسمى الاستبراء. أما العدة فإنه يكون بثلاث حيض ويكون بشهر بثلاثة أشهر لمن لا تحيض. انظروا معي المسألة مهمة، لمن يكون الاستبراء؟ المعتمد عند فقهائنا وهو الذي مشى عليه المصنف أن الاستبراء إنما يكون للإماء، ولذلك قال الاستبراء تربص الأمة، سنتكلم عنه بعد قليل. من باب الفائدة ذكر الشيخ تقي الدين وهو الرواية الثانية أن الاستبراء يكون في كل ما حكمنا بأنه فسخ، فحيث حكمنا أن الفرقة فسخ فيكون استبراء، وحيث حكمنا أنه طلاق فإنه يكون فيه عدة ثلاثة أشهر. ولا شك أن الأحوط بل والأظهر دليلا إنما هو القول الأول، وهو الاعتداد بالعدة فيما حكمنا بأنه فسخ وما حكمنا بأنه طلاق، لا فرق. طيب نرجع لكلام المصنف يقول وأما الاستبراء فهو تربص الأمة فهو خاص بالإماء دون الحرائر، إلا في وطء الشبهة، فيما إذا وطئت امرأة وطء شبهة هل يلزمها العدة أم الاستبراء، هذه مسألة أخرى. قال فهو تربص الأمة التي كان سيدها يطأها. الاستبراء واجب في موضعين، عند إرادة الوطء وعند البيع، فمن أراد أن يطأ أمة كان اشتراها وجب عليه استبراؤها قبل وطئها، لأنها قد تكون حاملا ممن هو قبله، هذا واحد. ثانيا من أراد أن يبيع أمة وكان قد وطئها فحرام عليه بيعها حتى يستبرئها، لأنها قد تكون حاملا، فإن كانت حاملا فقد تكون أم ولد، إن خرج الولد الذي في بطنها قد استبانت خلقته، يعني ابن 80 يوم فأكثر، فلا يجوز بيعها ولا هبتها، وإنما تعتق من تركته إذا مات. إذن متى يكون استبراء الأمة؟ في موضعين، عند إرادة الوطء بعد شرائها أو تملكها بهبة أو إرث وغيره، ولو كان مالكها الأول ممن لا يطأ، كأن تكون مالكة الأمة امرأة أخرى فيجب الاستبراء كذلك، بل قيل ولو استبرئت عند البائع المالك الأول. الحالة الثانية إذا أراد بيعها. نعم. فلا يطأها بعده زوج أو سيد. زوج فيما لو تزوج الرجل أمة، وكيف يتزوج الأمة؟ إذا كان فاقدا الطولة فحينئذ يجوز له أن يتزوج الأمة. نعم. حتى تحيض حيضة واحدة، وهذا هو الاستبراء. وإن لم تكن من ذوات الحيض تستبرأ بشهر. نعم واضح. أو وضع حملها إن كانت حاملة، لأن الغرض من الاستبراء بيان انتفاء الحمل من الرحم وبراءته منه. نعم. باب النفقات للزوجات والأقارب والمماليك والحضانة. بدأ يتكلم المصنف عن النفقات وما يتبعها. على الإنسان نفقة زوجته وكسوتها ومسكنها بالمعروف بحسب حال الزوج، لقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. نعم. بدأ يتكلم المصنف عن أهم النفقات، وهي النفقة على الزوجة. والنفقة على الزوجة آكد من النفقات الأخرى التي سيتكلم عنها من جهات. أولا أنها واجبة للزوجة ولو كانت غنية، بخلاف النفقة على الأقارب فلا تجب لهم إلا أن يكونوا فقراء. الأمر الثاني أن النفقة على الزوجة يترتب عليها لو أخل الزوج بها أنه يجوز للمرأة أن تطلب الفسخ، فإذا لم ينفق الزوج على زوجته جاز لها أن تطلب الفسخ. كذلك أن النفقة على الزوج أن النفقة على الزوجة مما اتفق العلماء عليه ولا خلاف في أنه واجب. يقول الشيخ إن على الإنسان نفقة زوجته وكسوتها ومسكنها بالمعروف. قوله وكسوتها ومسكنها هذا من باب عطف الخاص على العام، لأن النفقة تشمل الطعام والكسوة والمسكن. وقد بين العلماء أن تقدير هذه تكون بالمعروف، بمعنى أي بالعرف، ولكن عند الخصومة بين الزوجين في مقدارها فينظر لحالهما معا، بخلاف متعة الطلاق فإنه ينظر لحال الزوج وحده. ف
فإذا كان موسرا وهي موسرة أعطيت نفقة الموسرين، وإن كان معسرا وهي معسرة أعطيت نفقة المعسرين، وإن كان هو موسر وهي معسرة أعطي وسط بينهما أو أعطيت وسطا بينهما، وإن كان العكس بأن كانت هي المعسرة وهو الموسر فتعطى، إذا كانت هي الموسرة وهو المعسر فتعطي الوسط. بعضهم زاد فيما لو كان وسطا وهي وسط فتعطى الوسط، لو كان هو موسر وهي وسط، فأرادوا التوسعة، ولكن على العموم هذا يهمنا التقسيم الأهم وهو الثلاثي. وطال العلماء في بيان ما هو الأعلى والأدنى، وفصل في محله في كتب الفقه. نعم. ويلزم بالواجب من ذلك إذا طلبت. نعم، المراد بالواجب ما ذكرته لك قبل قليل، وقوله إذا طلبت يعني يدلنا على أن المرأة إذا أسقطت حقها من النفقة سقط، قالت لا أريد نفقة، سقط ذلك، سقطت تلك النفقة، أي إذا أسقطتها. فإن لم تسقطها وسكتت فإنها تبقى في ذمة الزوج. وقد ذكر العلماء أن المعتمد أن النفقة لا يلزم فيها التمليك، وإنما يجوز فيها الإباحة، بأن يحضر الرجل في بيته الطعام لتأكل هي ويأكل هو منه، فحينئذ تجزئ الإباحة عن التمليك في النفقات. وفي حديث جابر الذي رواه مسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. نعم. وعلى الإنسان نفقة أصوله وفروعه الفقراء إذا كان غنيا. نعم، بدأ المصنف فيما يتعلق بنفقات الأقارب، ونفقة الأقارب تجب بشروط. الشرط الأول يجب أن يكون المنفق عليه فقيرا، وعرفنا ضابط الفقير هناك في باب الزكاة. الشرط الثاني أن يكون من وجبت عليه النفقة غنيا، والمراد بالغني هو من عنده مال يزيد عن حاجته وتسمى بالكفاية، ما زاد عن كفايته. الشرط الثالث في غير الأصول والفروع أنه يجب أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، ولا يلزم العكس، وسيأتي. بدأ المصنف بنفقة الأصول والفروع. الأصول والفروع يشترط فيهم شرطان فقط، غنى المنفق وفقر المنفق عليه، ولا يلزم الإرث. فكل الأصول سواء كانوا وارثين أو غير وارثين، وكونهم غير وارثين إما لكونهم من ذوي الأرحام أو لكونهم محجوبين، ففي كلا الأحوال الثلاث، لكونهم محجوبين أو لكونهم من ذوي الأرحام الأصول أو الفروع أو لكونهم وارثين، ففي كل الأحوال الثلاث تجب النفقة عليهم. الوارث مثل الأب والأم، الوارث المحجوب مثل الجد إذا كان الأب حيا، الوارث الذي من ذوي الأرحام مثل أبي الأم، الجد لأم، فإن هذا ليس من الورثة وإنما هو من ذوي الأرحام. إذا نفقة الأصول والفروع يكتفى فيه بشرطين. نعم. وكذلك من يرثه بفرض أو تعصيب. نعم، هذا سائر القرابات غير الأصول والفروع يشترط فيه الشرط الثالث، وهو أن يكون المنفق وارثا، ولا يلزم أن يكون المنفق عليه وارثا. مثاله الأخ مع أخيه، الأخ يرث أخاه وأخوه يرثه، نقول كل واحد منهما إذا كان فقيرا والثاني غنيا ينفق عليه. الرجل مع عمته، لو كانت العمة فقيرة لزم الرجل أو الأنثى أن ينفق عليه، وأما إذا كان هو لأنه هو يرثها وأما هي فلا ترثه. زين؟ نعم، هو مع عمته، هي ترثه أليس كذلك، لأنه ابن أخيها، وهو نعم هو يرثها وهي لا ترثه، نحن قلناها أمس المسكينة. نعم، فتجب النفقة عليه ولا تجب النفقة عليها. نعم. وفي الحديث للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، رواه مسلم. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن النوع الثالث وهي قضية النفقة على المملوك، فقال إن المملوك يجب النفقة عليه والكسوة، وكذلك يجب الإحسان إليه بأن لا يكلف من العم ما لا يطيق. نعم. وإن طلب التزوج زوجه وجوبا. قوله وإن طلب أي وإن طلب المملوك التزوج فإنه يجب على سيده أن يزوجه، لأنه لا ضرر عليه بذلك، بل لربما كانت له مصلحة، فإذا زوج عبده المملوك بأمة مملوكة له فإنهم ينجبون، وهذا النتاج أو الولد يكون ملكا للسيد.
وعلى الإنسان أن يقيت بهائمه طعاما وشرابا ولا يكلفها ما يضرها. وفي الحديث نعم هذه النفقة على البهائم. وفي الحديث كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، رواه مسلم. وهذا يشمل البهائم ويشمل كذلك الممالك. والحضانة هي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه. نعم بدأ يتكلم المصنف عن الحضانة. والحضانة نوع من الولايات، وفيها ولاية الحفظ، سميها العلماء ولاية الحفظ، بأن يقوم من بيده الحفظ، من بيده الصبي، بحفظه ورعايته وتربيته. هذه الحضانة تنقسم إلى قسمين: مباشرة للفعل ومؤنته، فيجب أن نفرق بين الحكمين. المؤنة على من ومن الذي تكون له المباشرة. أما مؤنة الحضانة فإنها تجب على أبيه إن كان موجودا، وإلا على قرابته الذين وجبت عليهم النفقة. وأما المباشرة للحضانة عند التشاح فإن الأولى به النساء، فإن الأولى بالمحضون أمه، ثم أمها، ثم أبوه، ثم أم الأب، ثم بعد ذلك ويقدم النساء، جنس النساء على جنس الرجال، وسيأتي نشير له بعد قليل. إذن فقول المصنف هي حفظ الطفل، فالحضانة خاصة بالطفل، ويلحق بالطفل كذلك المعتوه والمجنون، فإنه عليه ولاية تسمى ولاية الحفظ عما يضره والقيام بمصالحه من تربية ونحوها. قوله وهي واجبة، أي مؤنة النفقة، وليست المباشرة واجبة. فيجوز للشخص أن يجعل الطفل عند امرأة تقوم بحفظه وتربيته، مثل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه نشأ في بني سعد، ففي أول الحضانة جعلوه عند من يقوم بحضانته في أول عمره صلى الله عليه وسلم، ولكن النفقة إنما هي تجب على من وجبت نفقته. وهذا معنى قوله وهي واجبة على من تجب عليه النفقة. بدأ يتكلم عن المباشرة فقال ولكن الأمة أحق بولدها. طبعا هذا الكلام إنما هو عند المشاحة. الأصل أن الصبي إذا كان أبوه وأمه يعني لا خلاف بينهما والزوجية باقية فإن الولد تحتهما وليس لأحد أن ينازعهما فيه. الكلام كله فيما إذا كانت هناك فرقة بحياة أو بعد وفاة وتنازع بعض المستحقين الحضانة، فنقول إن أولى من يباشر الحضانة ما دام قد طلبها هي الأم، وليس لأحد أن ينازع الأم في ذلك. هي أنت أولى به ما لم تنكحي، أي ما لم تتزوجي. وفي قصة عمر لما جاءت أم ابن ابنه حكم النبي صلى الله عليه وسلم أنها أولى بالحضانة من عمر، فدل ذلك على أن الحضانة تكون للأم. فإذا فقدت الأم بوفاة أو لكونها قد تزوجت أو أسقطت حقها، فإن أولى الناس بعد الأم أمها إن كانت قادرة ببدنها، فإن عجزت أمها انتقل للأب، فإن عجز الأب أو أسقط حقه انتقل لأمه هو، ثم لسائر ترتيب المحضونين أو الحاضنين. ولكن الأم أحق بولدها ذكرا كان أو أنثى إن كان دون سبع. نعم لقوله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تتزوجي. فإذا بلغ سبعا فإن كان ذكرا خير بين أبويه، لما جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم خير ابن سبع، فكان مع من اختار. نعم لأنه له تمييزا فيستطيع الاختيار، بشرط أن يكون من اختاره يقوم بمصالحه. وإن كانت أنثى فعند من يقوم بمصلحتها من أمها أو أبيها. نعم مشى المصنف على الرواية الثانية في المذهب، وهي التي عليها العمل عندنا في المحاكم، أن الأنثى ينظر في حضانتها بعد السبع للأصلح، فيقدر القاضي من الأصلح، أمها أم أبوها، فالأصلح منهما تجعل عنده. وأما المشهور عند متأخرين من الفقهاء فيقولون إنها تكون دائما عند أبيها إن كان صالحا للحضانة. ولا يترك المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه. نعم قوله المحضون يشمل المجنون والذكر والأنثى ممن يكون عاقلا، بل لا بد من حفظه وصيانته. نقف عند هذا الموضع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.